أكدت مؤسسة حياة كريمة أنها تقدم خدمات لأكثر من 4 ملايين مواطن، وأشارت إلى أن عدد المتطوعين وصل إلى 45,000 شخص يعملون على مدار الساعة لخدمة القرى الأكثر احتياجا بمختلف أنحاء الجمهورية. نتابع. من بداية ظهورها في 2019 وحياة كريمة بتضرب أعظم أمثلة الخير والعطاء لخدمة الملايين من أهلنا في كل شبر في أرض مصر. وصلنا عدد متطوعين لأكثر من 45,000 شخص بيشتغلوا على مدار الساعة لخدمة القرى الأكثر احتياجاً من خلال 27 مقر في مختلف أنحاء الجمهورية، ومنافس بالعشرات موجودة في الجامعات والنوادي الرياضية. وفي 2024 بنستكمل مسيرة العطاء بعد ما قدرنا نقدم خدمات لأكتر من 4 مليون مواطن. وفي آخر 3 شهور بس اشتغلنا بشكل خاص في مؤسسة حياة كريمة على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية من خلال 4 محاور، وهما الدعم الغذائي والتمكين الاجتماعي والتمكين الاقتصادي وقطاع الدعم الصحي. في الدعم الغذائي أطلقنا مشروع صكوك الأضاحي للسنة التالية على التوالي، ودعمنا أكثر من 2 مليون مواطن بطرود غذائية، وأطلقنا مبادرة سبيل لإعداد الوجبات الساخنة في مطابخ حياة كريمة. وفي قطاع التمكين الاجتماعي أطلقنا حملة استهلاك أقل تأثير كبير لترشيد الطاقة ودعم البيئة، وكذلك أطلقنا حملة تقدر في 10 أيام لخدمة طلاب الثانوية العامة والتخفيف من أعباء الدروس الخصوصية على عائلتهم، بالإضافة لعدد من المبادرات الاجتماعية من بينها التعليم حياة، وأنت الحياة، ونحن ندعم، وكن صديقاً. وفي قطاع التمكين الاقتصادي أطلقنا في حياة كريمة المرحلة الثانية من مشروع سكر البيوت، وقدمنا مساعدات تشييد وإعادة تأهيل المنازل بالإضافة لدعم الحالات الإنسانية. وفي القطاع الصحي أطلقنا 56 قافلة طبية و28 قافلة بيطرية، وقمنا بتوقيع بروتوكولات تعاون مع عدد كبير من المؤسسات الطبية المصرية والعالمية. ولأننا مؤسسة مصرية هدفها بالأساس تقديم الخدمة لكل محتاج، ما نسيناش واجبنا الوطني تجاه أشقائنا في غزة، وفي خلال شهور قدرنا نساعد بشكل جعل من حياة كريمة في صدارة مؤسسات المجتمع المدني اللي قدمت أكبر دعم إغاثي لأشقائنا النازحين في قطاع غزة.